كلام مهم جدا، الربط بين السمنة وبين معدلات الإصابة بأمراض خطيرة وربما لا قدر الله أيضا فقد الحياة. لكن لازم تفهموا حاجة، إن التعامل مع السمنة المفرطة مش تعامل شخص واحد في المنظومة العلاجية، ده فريق طبي متكامل. والكلمة دي ما تاخدوهاش على محمل من البساطة وتقولوا ده كلام دكاترة بتقوله عشان تبين مدى جهدها، لا ده واقع، واقع انت لازم تتتبعه. انت كمريض سمنة مفرطة، المنظومة اللي قدامك قياسها بالنسبة لك هل هي فريق طبي متكامل ولا حوار ذا فردية مطلقة؟ مخيف قوي الحوار ذو الفردية. ليه فريق طبي متكامل؟ لان احنا هنفهم النهاردة مين هذا الفريق الطبي المتكامل، الفريق المتكون من ايه، ولازم كله يكون على نفس القدرة والمهارة، لازم يكون زي ما بيقولوا كلاس ايه في كل حاجة، الجراح، فريق التخدير، التغذية، الدعم، المستشفى، التمريض. دي قصة كبيرة النهاردة هنفهمها بالتفصيل في كلمة بتاخدوها على معنى بسيط جدا ولكن واقعها الحقيقي أكبر مما تتخيله. عنوانها فريق طبي متكامل. ضيف اليوم هو واحد من نجوم هذا المجال، الاسم القدير الذي قدم الكثير من الأهمية لثقافة جراحات السمنة، وقدم الكثير من التفاصيل الهامة جدا بأسلوب بارع جدا، وأيضا أكيد عمل مهني تقني على أرقى مستوى. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. هل يحق للمريض أن يتأكد ويسأل؟ أنت دخلت في الكواليس. السؤال هو استفزني من العيانين، وأنت اللي بتعمل عملية؟ آه طبعا أنا اللي بعمل عملية. هي مسؤولية قصاد ربنا، ما ينفعش إن أنا أقول إن أنا هعمل العملية وبعد كده أسيبها للمساعدين يعملوا العملية. أنت جاي الجراح وقررت إن أنت تعمل عملية، إيه اللي خلى الفكرة تيجي في دماغك إن حد تاني اللي هيعملها؟ فأنا ببقى مستغرب، هو في حد تاني بيعمل كده؟ إيد واحدة هي اللي بتقص، إيد واحدة هي اللي بتحسب الحسابات في تحويل المسار، إيد واحدة هي اللي بتفتح، إيد واحدة هي اللي بتقفل الجروح، وبالتالي يبقى تقييم نزول في الوزن بعد كده أقدر أقيمه لأن أنا ثبتت خلاص عمل الجراح. العملية دي مراحل، عاملة زي أبواب كتيرة ورا بعض. تمام. إيه المراحل؟ تحضير ما قبل العملية عن طريق الفحوصات، وهل العيان يصلح أن يعمل عملية أو ما يصلحش. بعد كده المراحل جوه أوضة العمليات نفسها. كل خطوة عدم الثقة له تبعات وخيمة. لغاية لما العيان يخرج بسلام كل نقطة لازم تتعمل بمنتهى الحذر. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. العب تكميم معدة؟ اشمعنى أنت بتعمل تكميم معدة؟ ما في ألف واحد بيعمل تكميم معدة، في ألف واحد بيعمل تحويل مسار، وفي ألف واحد بيعمل تحويل مسار كلاسيكي، أنت ما بتختارش واحد من الألف. طب أما تيجي تختار، تختار مين؟ أنت عايز واحد عمل 1000، 2، 3، 4، 5000، 10000 حالة، مش دكتور بيعمل تكميم، لا دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، ومش دكتور عمل أكتر من 10000 حالة، فريق طبي متكامل عملوا أكتر من 10000 حالة. العيان هو أحسن مثال لنتيجة الدكتور اللي بيعبر عن قدرته في التعامل مع العملية. دكتور، تخدير، رعاية، تغذية، متابعة، هو ده الفريق المتكامل اللي تقدر بيه تبقى مطمن. استنى بس هنقول إيه، دكتور وليد إبراهيم المانشيت. إذن هذا هو المانشيت، لكن اسمحوا لي قبل أن نذهب للمانشيت الرئيسي في حوارنا اليوم أن أرحب بضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، استشاري جراحات السمنة والمناظير وأستاذ جراحة السمنة من كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة الإفسو. منور، سعادة كبيرة عندنا أن أنت النهاردة موجود معنا، لكن
خلينا أقول لك أنه المانشيت الذي يفرض نفسه بقوة هو أن جراحة السمنة ليست لعبة فردية. خلينا أقولها بطريقة تانية، ولكنها منظومة جماعية. مع عذرا طبعا أننا نقول كلمة لعبة، لأن جراحة السمنة أعظم من أنها يتقال عليها لعبة، دي حاجة تتعلق بالحياة. لكن عشان نلخص المسألة في دماغ الناس ما بين فردية وجماعية، دايما كلمة فردية بتعني شخص. هي منظومة، منظومة منظومة فيها أطراف كتيرة قوي، لأن هدف المنظومة مش مجرد إن إحنا بنعمل عملية وبنقص. برانش جراحة السمنة مختلف عن الفروع التانية في الجراحة. يعني على سبيل المثال في الأورام مثلا، تقريبا كل العيانين مختلف الستيجنج، اللي هو مراحل تطور السرطان بطريقة مختلفة، فكل واحد بيترسم له خريطة معينة. إنما احنا بنتكلم في ناس عندها زيادة في الوزن، ده رقم واحد، وبالتالي هو مش مريض. يعني هو عيان السمنة، هو جاي على رجليه وجاي يعمل عملية. فلو انا حطيت نفسي مكانه، طب انا ماشي على رجلي، وزني 130 120 كيلو او حتى 100 كيلو مضايقني، بس انا ماشي على رجلي وما عنديش مرض، فانا عايز اعمل عملية، وهخش اعمل عملية بالمنظار واتيفر، هي تكميم او تحويل، بس سوري لا اتقبل حدوث اي اعراض جانبية. لانه في كثير من الاحيان جاي بجملة انا ما بشتكيش من حاجة، انا ما عنديش حاجة، حتى لو عنده حاجات كقنبلة موقوتة كأعراض جانبية لزيادة الوزن، السكر وضغط، هيقول لك ده امر الله، انا عندي سكر وضغط نتيجة لزيادة الوزن، او ده قضاء ربنا وانا عندي سكر وضغط. وبالتالي انا يعني لو حصل لي اعراض جانبية، ليه يحصل لي اعراض جانبية؟ انا ايه اللي دخلني اصلا ان انا اعمل عملية؟ بمنتهى البساطة، هو لا قدر الله لما بتحصل اعراض جانبية يقول لك انا طب انا ليه، وانا يا ريتني ما كنت عملت العملية. فالكير لمريض السمنة مختلف، زي مريض التجميل لا يتقبل ان يحصل فيه اعراض جانبية، نفس الاسبكت. بس على الرغم ان دي جراحات خاضعة لمنظومة طبية، ودي جراحات تجميل او جراحات السمنه، هي جراحات في الاول والاخر، هو طب. احنا ممكن ناخد حقنه يحصل لنا، يعني لسه من 10 دقائق مريضه عامله من شهرين خدت قرص سيليبريكس اللي هو زي الاسبرين، فحصل لها ماركت انافلاكسيس، حساسيه وبدات نقط حمراء تظهر. اي حد ممكن يحصل له كده، واي حد ممكن لا قدر الله يخش اوضه العمليات ويحصل مشكله نتيجه الحقنه. هو في الاول والاخر طب، بس ده بيخلينا نوصل لمستوى اعلى من التفكير، اللي هو ان احنا نجهز المنظومه على اعلى مستوى. لو كان في نسبه حدوث اعراض جانبيه في الجراحات ولتكن 1-2%، وده على مستوى العالم، لا احنا بنحاول نخلي السيستم ان احنا نوصل لنسبة نجاح 99.9%، عشان كذا سبب. اول حاجة يبقى احنا عملنا كل الوسائل قصاد ربنا ان احنا ما سيبناش اي حاجة. الكلام ده احنا بنقول احنا نقصد بيه مجتمع جراحات السمنة كله، مجتمع جراحة بنحاول دايما ان نوصل ان يبقى العيان في اعلى صور من صور الامان. يس. لان انا يهمني السيفتي، امان المريض هو اللي بالنسبه لي اهم حاجه. لما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على النزول، احنا ما بنعملش عمليه لمجرد ان احنا ننزل في الوزن، لا، بنعمل عمليه عشان ننزل في الوزن وتبقى صحتنا كويسه ونعيش حياه طبيعيه. نفس الكلام، احنا بنعمل عمليه فلازم نبقى على اعلى مستوى من مستويات الامان. محمد صلاح بيجيب جول لوحده؟ مستحيل. واي لعيب في كره القدم عمره ما يعرف يجيب جول لوحده. يمكن احنا لما بدانا جراحات السمنه من 10 سنين وبدانا نتكلم وبدانا نوعي الناس، احنا كنا بنحاول نجيب جول لوحدينا، بس في خلال الفتره دي كلها عشان نوصل لمستوى محترم من الرعايه الطبيه
كان لازم يبقى فيه منظومة. المنظومة دي العيان ممكن يبص لها على انها نوع من انواع الماركتنج او نوع من انواع الدعايه، لا. المنظومه دي ان احنا مثلا واحنا جوه اوضه العمليات في منظومه، ان انا معايا مساعد ومعايا المساعد اللي ماسك الكاميرا ومساعد تاني معايا وانا واقف في النص والمريض موجود، دي نفسها منظومه. دي فرقه لوحدها، دي فرقه اللي هو بنعمل العملية عشان نوصل ان احنا تتعمل في 25 دقيقة. وعمل الزمن دايما على فكرة مش هو المعيار في اي عملية جراحية، ان انا بعملها 25 دقيقة معناه انه نشاط، لا. انا يهمني في الاول والاخر الامان، سيفتي، بس عاملها 25 دقيقة وسيف خلاص اوكي. فعشان نوصل للمنظومة ان انا اعمل العملية سيف وان انا اعملها في 25 دقيقة وان العيان اول ما يخش على تربصة العمليات فيتخدر ويبقى امان واقدر انا انفخ البطن بالغاز وادخل المنظار وابدا اشتغل وابدا اسلك وابدا اخد الدبسات وادبس وبعد كده اعمل اختبار التسريب واخلص القصه دي 25 او 30 دقيقه بصوره سيف، وان العيان يخلص العمليه ويطلع بامان ويفوق يخش الافاقه ويطلع فوق، فناس تبقى فاهمه تبص عليه كتمريض او مساعدين، ويبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ملاحظة ناتجة من خبرات سابقة، وبعد كده يبقى تحت المنظار لمدة شهر عن طريق التواصل وعن طريق التليفونات وعن طريق الزيارات للعيادة، تجنبا لحدوث أعراض جانبية قد تحدث نتيجة لأي عملية في خلال الأسبوعين الأولانيين. كل دي هي دي المنظومة اللي بتستمر بعد شهر من العملية مع دكتور التغذية. وهل هو هيبقى في الناس العادية اللي هم 95% اللي بينزلوا بصورة طبيعية وبيأكلوا وبيتحركوا زي الفل، ولا هل هو من 5% اللي بيبقى عندهم صعوبة في النزول نتيجة لمشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلة في فيتامين دي أو مشكلة في الحركة أو مشكلة في قلة السوائل لغاية لما يوصل للوزن اللي هو عايزه؟ ما هي دي مسؤولية من أول دخول العيان أوضة العمليات لغاية لما يخس بعد سنة أو سنة ونص. لا يمكن فرد يقدر يعمل القصة دي كلها من A to Z. لازم يبقى فيه منظومة حواليه. المنظومة دي مش مجرد أشخاص بيقوموا بوظيفة، ده ناس محترفة اتعلمت الكلام ده وكل في مكانه عشان نوصل لأعلى درجة من الأمان. السؤال اللي أنا دايما أتردد في إن أنا أسأله لك أو أسأله عموما، يعني هو سؤال إعلامي بس سؤال علمي واقعه، كيف يمكن اختيار المنظومة التي تجري جراحة السمنة؟ السؤال ده سؤال صعب ولا سهل؟ يمكن أنا جاوبت عليها وجاوبت عليها العيانين لما بيجوا يسألونا. المريض هو الإعلان الحقيقي لأي طبيب. عمر المريض ما بيكذب ابدا، هو اللي بيقول انا اتعاملت بالطريقه الفلانيه وعملت كذا ولقيت كذا ولما احتجت الدكتور في الوقت الفلاني لقيته. وعلى فكره لو انا هعمل عمليه وانا من وسط الجماهير وهختار المرضى اللي عملوا وهختار المرضى من وسط المرضى دول اللي حصل لهم مشاكل نتيجة للعملية، ومنهم أقدر أخد استبيان حقيقي للدكتور، لأن الخبرة الحقيقية ما بتظهرش بس إن أنت بتعمل عملية. الخبرة الحقيقية لأي جراح في أي فرع من فروع الطب بتظهر مع تعاملك مع الأعراض الجانبية للعملية، وده بيبقى ناتج من الخبرات اللي أنت خدتها. أنت عملت عملية غير ما عملت 1000، غير ما عملت 5000، غير ما عملت 10000. انت بتقابل، يعني في الكتب بيقولك الأعراض الجانبية دي موجودة بس بنسبة 1 للـ1000. انت ممكن تعمل 1000 وما تقابلش العرض الجانبي ده، وممكن تعمل 1 وتقابل العرض الجانبي، بس نسبة ان انت تقابله لازم تبقى معدي عدد كبير. ممكن ما تقابلش العرض الجانبي ده اللي ممكن يحصل في 1 في الـ1000 إلا لما تعمل 5000،
وساعتها هتقدر تتعامل معاه. فالعيان اللي بعده يحصل له العرض ده هتبدأ يبقى فيه تعامل طبي سليم. هي دي المنظومة اللي هي منظومة متكاملة محترفة عشان توصل لأعلى معدلات الأمان. على فكرة جزء من المنظومة في وقت من الأوقات بيكون المريض نفسه، لأنه بعد العملية هو نفسه بقى خلاص معانا في المنظومة جوه الترس. الترس مهم ولازم يشتغل بنجاح. هسمعك، احنا خلاص عودنا ان احنا نسمع العيانين. وانت قلت جملة مهمة جدا، أصدق من ينقل التجربة المريض التي هو المريض نفسه. فعشان كده بنسمعهم دلوقتي كتير، وبنسمعهم في حالة هدوء، يعني مش في حالة توتر خالص، بعد ممكن شهور من العملية. فبنسمعه وهو مر بكل الأحاسيس، في أوقات معينة بإحساس النجاح، في أوقات معينة تانية بإحساس أنه ممكن يكون هيفشل، في إحساس أن بعد كده أن أنا لا ده أنا نجحت قوي كمان. تعالوا نسمع المريض قوي المرة دي. اسمي أسامة حسين، بعمل عملية تكميم مع أستاذ دكتور وليد إبراهيم. أنا أصلاً بعمل العملية مش عشان وزن أكتر منها، عشان السكر عندي عالي، ولكن لما قعدت مع دكتور وليد إبراهيم قال لي أن وزنك لما هينزل هيخلي مستقبلات الأنسولين هتبقى أعلى، والأكل هيقل، نشاطك هيزيد، وقدر بشخصيته ان هو يقنعني ان انا ادخل في مساله التكميم، وعشمي في ربنا سبحانه وتعالى ان انا اقدر انقل لكم تجربتي كلها. اسمي اسامه حسين، 57 سنه، عملت العمليه من سنه وخمس اشهر تكميم معده. انا وزني كان 101.5 ونزل ل 81. بمارس حياتي طبعا بشكل مختلف، لكن انا برضو الوجه اللي دكتور وليد من الناس الممتازة والمحترمة، ودكتور شاطر ومجتهد، ما عنديش أي مشاكل لا في معدتي ولا في صحتي، ولا أقدر أقوله الحمد لله، هي نعمة. توصيف المريض بأنها نعمة نخس ده شيء مهم قوي. ما هو كان عنده مشكلة السكر. وفي برضو حاجة شائعة، إن الناس اللي عندها سكر مع زيادة في الوزن، وحتى لو كانت يعني طفيفة 20-25 كيلو، فهو تحويل المسار هو الحل الأمثل، اللي هو هيجيب من الآخر، اللي هو هيقضي على السكر وفي نفس الوقت هينزل الوزن. وكل الدراسات اللي اتعملت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا لقوا إن تكميم المعدة تأثيره على السكر من النوع الثاني يكاد يشابه عملية تحويل المسار بالظبط، طبعا مع مميزات تكميم المعده اللي هي فيتامينز من 8 اشهر ل 12 شهر، مالتي فيتامين وانس دايلي، مره واحده في اليوم، فما فيش نقص في الفيتامينز. دي الصوره اللي هي كل الناس عارفاها تقريبا عن تكميم المعده. وان احنا ما بنقولش ان احنا نقص 85 او 90 زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا بنشيل اكبر جزء ممكن من المعده ممكن يتشال، خاصه الجزء اللي فوق اللي فيه هرمون الجوع، وبنسيب اقل جزء يقوم بوظيفه المعده الا وهي ريزرفوار، بيبقى في شكل انبوبه اللي هي ياخد كميه اكل او فوليوم لا يتعدى من 80 ل 120 سي سي فوليوم. الأجزاء اللي بتتشال هي الأجزاء القابلة للتمدد، وده بيوصلنا لسؤال ناس كتير قوي بتسأله بعد ما تكميم المعدة بقى منتشر على مستوى مصر والوطن العربي، إن العملية بدأت سمعتها إلى حد ما تسوء، لأن في بدأت ناس ترجع في الوزن. الرجوع في الوزن بعد عمليات تكميم المعدة بيبقى راجع لحاجتين. الاول بيبقى، فاكر الحلقه اللي فاتت كنا قلنا تو فاكتورز، هخس قد ايه، فعامل الفاكتورز الاولاني على الجراح والفاكتور الثاني على العيان، وهو فعلا برضو لو قسمناها لقاها تو فاكتور. سبب زياده الوزن بعد تكميم المعده الفاكتور الاول او العامل الاول على الجراح، ان القصه ما كانتش مظبوطه. طب ازاي ما كانتش مظبوطه؟ انه ساب جزء قابل للتمدد. طب انهي جزء قابل للتمدد؟ حتتين، الجزء اللي فوق اللي في قبة المعدة هو قابل للتمدد، والجزء اللي تحت اللي هو الأنترم ده قابل للتمدد. فلو الجزئين دول اتشالوا أكرت بالظبط وما تسبش حتت فيهم زيادة،
يبقى نسبة حدوث زيادة في الوزن نتيجة لتمدد المعدة ضئيل جدا. طب العامل الثاني لزيادة الوزن بعد عمليات تكميم المعدة؟ عامل المريض، السعرات الحرارية. هو لو معدتنا قد الاستوديو وحولناها قد المج ده، هل لو حطيت فيها بروتين زي ما هملاها شوكولاتة كسعرات حرارية؟ لا طبعا، مستحيل. فالسعرات الحرارية اليومية المتتالية اللي هما السويت إيتر والحاجات اللي فيها سعرات حرارية اللي هو طلقيط بقى، يقعد يلقط شوكولاتايا، محشية. لا، المحشي ده كويس كرز كربوهيدرات كويس. لا، مكسرات. سوداني، مشروبات غازية، لب، فشار كتير. هو بيعتقد ان هو ما بياكلش. سبب من اسباب الثبات وسبب من اسباب الزياده. في عامل ثالث، نوعيه الانسجه، وده اللي احنا يعني ده اللي اثبتته الدراسات وده اللي احنا شفناه على ارض الواقع. الادلت اللي اقل من 20 سنه، نوعيه الانسجه، انسجه المعده فيها الاستيك فايبر، فيها الاستسي اعلى، يس، مرونة. وبالتالي فيها مرونه عاليه جدا، فمهما اتقصت بيبقى عندها قابليه ان يحصل فيها تمدد اعلى من كلما زدنا في السن. معنى كده ان احنا قابليه التمدد في العشرينات اعلى من الثلاثينات، اعلى من الاربعينات، اعلى من الخمسينات. كل ما عمرنا تقدم كل ما قابلية تمدد المعدة بالنسبة لنا قلت، فكل ما كان نجاح العملية أعلى. دائما معاك، نورت يا دكتور. شكرا، خليكوا دائما معاك.